السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الإخوان، أيها المناضلون بجماعة سيدي موسى المجدوب، حياكم الله في هذا اليوم الكريم مع نزول هذا الغيث، ونخبركم أن هذه طريق المسمات في الدان بري، الطريق الفاصل ما بين دوار ولاد هجالة وجماعة سيدي موسى المجدوب، الطريق الفاصل ما بين دوار ولاد الهجالة ولاد بحمد، طريق عرضها 10 أمتار، وانظروا كم تبقى منها. مع الأسف هناك بعض المزارعين يستغلون هذه الطريق، وانظروا لكمية المياه وسط هذه الطريق. والغريب في الأمر أن السكان عندما تكون هذه الطريق مغمى عليها بالمياه يجدون صعوبة في الخروج من منازلهم، ونطلب من الله العلي الكريم أن ينظر إلينا عن أقرب وقت، ويبشر المنتخبون والمسؤولون بهذه الجماعة أو بهذه العمالة أن يروا ما بإمكانهم أو النزول إلى أرض الواقع إلى هذه الطريق الفاصل ما بين دوار الهجالة ودوار ولد محمد جماعة سيدي موسى المجدوب لاتخاذ الإجراءات الضرورية واللازمة، وعلى الأقل أن تأتي جرافة أو كميونات من التفنة لإصلاح هذه الطريق. هناك أطفال يذهبون للمدارس، وهنا عاملون وآجرون يذهبون إلى المعامل، وهنا نساء حوامل ورجال ونساء وصل لسن الشيخوخة، وللأسف الشديد لم تبعد هذه المنطقة سوى 5 كيلومترات عن عمالة المحمدية أو شاطئ المحمدية كما نقول. والله يهدي هاد الناس، والله يهديهم وينزل في قلوبهم الرحمة ويحركوا العجلة ويقولوا بلي هاد الناس راه محتاجة لهاد الطريق، راه حتى واحد ما كيخرج في فصل الشتاء، وهذه راه المنطقة نافعة كما كتشوفوا، ومنطقة سياحية بامتياز. وكنشكر الجميع.